مرحبا، اسمي نينوس ثابت ميخائيل، خريج كلية فنون جميلة جامعة الموصل. نحا ثابت ميخائيل من نينوى قضاء الحمدانية قرقوش، موالي 63، يعني من الجيل اللي درسنا في بغداد في وقتها في أكاديمية الفنون الجميلة. تخرجت سنة 2020 من هذه الجامعة والحمد لله كنت من الطلبة الأوائل على قسمنا، قسم التشكيلي. أكيد ابن نينوس هو أيضاً يعمل في هذا المجال وهو مبدع فيه. فبدايتي كانت مع الوالد، بعدين قلت ليش لا أخلي أطور هذه الموهبة، ففتت على كلية الفنون الجميلة واختصيت بقسم غير اختصاصي، لكن نقول الحمد لله، يعني ممكن هذا الشيء كان صالحي. النحات يحتاج يكون رسام ومخطط جيد على مود يطلع أفكاره بالنحت. بيئة نينوى ساعدتنا أن نكون نحاتين، خاصة أنه الثور المجنح هو رمز للحضارة الآشورية، وبعد ما دمر داعش كان إلى أثر واقع كبير يعني الأهل نينوى. يعني كانت هناك معاناة بعد الاجتياح الذي دمر نينوى، اجتياح داعش الذي دمر الآثار نينوى، دمر المتاحف ودمر الحضارة. فأكيد انفعلنا في وقتها وتأثرنا كلش، لكن يعني تبقى الإنسان يتجدد ونبقى إن شاء الله بصماتنا موجودة في هذا التجدد. أنا يعني أعتز بالأعمال اللي اشتغلناها سابقاً وحالياً، لكن ما بعد العودة لي أعمال مهمة أعتبرها يعني منجزات مهمة في مجال النحت وبصمات مهمة في مناطقنا التي دمرها الإرهاب. أبرز النصب اللي اشتغلها والدي واللي عاونت بها كان نصب سيدة النجاة الموجود في كنيسة سيدة النجاة في بغداد ومنطقة الكرادة، وأيضا تمثال السيدة العذراء الموجود حاليا في كنيسة الطاهرة في برجها الشامخ. وبعدها أيضا عمل تمثال مهم لعودة الحياة في نينوى، تمثال مرة بعين أيضا. عدنا التماثيل القديمة أعيدت في الموصل، لكنه ليست بالمستوى المطلوب، كنا نتمنى أن تكون بمستوى أفضل. بعد تعمير الكنائس والأديرة أيضا كان لي بصمات مهمة، وأهم عمل قمت به هو تمثال العودة. تمثال العودة أيضا يرمز إلى الكثير في بلدتي في قضاء الحمدانية، أيضا هو رمز مهم بالنسبة لي. فأني بالنسبة لتمثال العودة أعتبر بصمة مهمة، لأنه أعتبر هذا الرمز، هذه المرأة الحديدية من المنطقة بزيها التراثي تحمل مفتاح المنطقة، مفتاح البيت، وبعض من النباتات الطبيعية اللي كنا قبل كانوا في الربيع، يعني أكو نباتات من دائما تنمو، هي رمز لنيسان. فهذه الرمزية حاولت أن أجسدها في هذا التمثال، وأكيد يعني يحمل أيضا تاريخ مرحلة مهمة من التحديات التي حاول داعش أن ينهي الوجود، وجود الأقليات في البلد. إحنا قبل فترة داعش كان عندنا مشغل، لكن بعد العودة إلى أراضينا طورنا من عملنا وقمنا نشتغل بغير خامات، وتطور العمل الحمد لله، وصار أكو إقبال خاصة بالنصب التذكارية. يعني تقريبا هاي 5 سنوات ما متوقفين عن إنتاج هاي الأعمال، كل سنة أكثر من عملين نقوم بإنجازه. هذا الشيء ما كان موجود قبل فترة داعش، يعني إحنا ممكن هذه الفترة كانت شيء يعني أكيد مأساوي بالنسبة لنا، لكن هذا الشيء ما خلانا نوقف، والحمد لله تاريخنا يعني عندنا هذا الموروث وهذا الخزين ممكن أن يجسد في نصب وتماثيل داخل
كل منطقة كل بلدة كل في سهل نينوى وفي نينوى وفي عامة العراق. ختاما أكيد لنا رسالة مهمة، رسالة أمل ورسالة استمرار ودفع للواقع اللي نعيشه. دائما نقول بأنه إحنا موجودين ووجودنا لازم يكون مؤثر، فكل إنسان أكيد يتعرض إلى نكبات، لكن الإنسان ما يصير يتوقف، خاصة مع التطور الحاصل في هذا الزمن من تطور في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. ما أعتقد أنه أكو إنسان أمتي يعني فارغ من جواته وما عنده يعني شيء يقدمه، كل إنسان جاي برسالة ولازم هاي الرسالة يعني يستفاد غيرها من عندها من عنده ويطلعها للناس. وإن شاء الله نتمنى كل ما نتمنى هو أن نكون في بلد يسهو بكل تفاصيله وموحد في فكره وفي كل تمنيات الإنسان العراقي ليعيش حياته مثل بقية الشعوب المجاورة وشعوب العالم المتحضرة.